فلان ده ما يستاهلش ان انا اصنع فيه المعروف، وانا مش هصنع المعروف الا في اهلي فقط. الكلمة دي غلط، الكلمة دي ليست صحيحة. ليه؟ لانها مخالفة لمنهج القرآن الكريم، ولمخالفة ايضا لمنهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم قال ادفع بالتي هي احسن، يعني اذا الانسان اذاك، اذا الانسان لم يكن على قدر المعروف الذي صنعته معه، استمر انت في صنع المعروف. ولذلك قيل اصنع المعروف في اهله في غير اهله وفي غير اهله تكن انت من اهله. نعم. لان انت بتعامل الناس بمعاملتك انت، بشخصيتك انت، بتربيتك انت، بما تربيت عليه من اداب واخلاق ونفس سمحه ونفس محبه للخير. الانسان اللي بيحب ما بيكرهش الناس، الانسان اللي بيعمل خير ما بيقطعش الخير عن الناس.